بسم الله الرحمن الرحيم. ده أول مشروع إن شاء الله هنتكلم عنه. ده روبوتك، سيارة بتتحرك ذاتية، بتشتغل بالتراسونيك، بتشوف مثلا قبل ما تصطدم بأي جدار ولا حاجة تبدأ تشوف المسافة، تبدأ تغير اتجاهها. ده تطبيق عملي للأردوين، هي كده بتحسب مسافات وتشوف افضل مكان تقدر تمشي فيه. الالتراسونيك بقى بيبدا يتحرك، تدخل بقى في الممر، تبدا بقى ايه تعيد حساباتها تانية، تبدا تشوف بقى المسافات اللي تقدر تتحرك فيها، تبدا تلف في المكان الضيق. تم التصوير عن طريق المهندس ماجد أرنست، كل الشكر. أردوينو حدائق خدمة. السلام عليكم.